عليكم خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. جبنا لكم الصوص الطوميط، البنات اللي بغيو يديروا كليس هكا راه جبنا لكم كاع اللوينات والشكيلات. المهم الصوص رائع رائع البنات، ثمن جد مناسب عند تاكموتي. غادي نخلي لكم النعت في اول الفيديو باش هكا تجيو عنده ديريكتومون، نقولوا لهم ترى في قناه الوجديه، وان شاء الله اللهم يسر لنا ولكم. امين يا ربي. الله بارك الله فيك اخواني اخواتي. جبتكم هنايا القيصريه باب الغربي صحه سيدي زيان. هاد المحل هذا غادي نوري لكم لونطري ديالو. حنا المهم رحنا هنايا حدا الباب الغربي، ها هو كلا شفتو والهيها كاين هرو، ها هوك ها هو هرو. ايوا السيد اللي رحنا نهضروا لكم عليه ديال طلميط هو هذا، وها هي لونطري ديالو خواتاتي، باش هكا يكون عندكم الرؤيه واضحه. عنده داكشي ديال الطلميط والحجوب، شي حاجه رائعه. المهم بقاو معنا باش نعرفوا الاثمنه والموديلات. السلام عليكم خويا، كيداير؟ لاباس عليك، مرحبا بنا عندك في المحل ديالك. الله يعطيك الخير. المحل تاكموتي عند تاكموتي. نعم. وبالنسبه للموقع ديال الفيسبوك لالا العروسه، متجر لالا العروسه، دخلوا اخوات، راه كل مره كيحط الجديد ديالو، وبغينا حتى اليوم نتعرفوا على الجديد مع الاثمنه. الله يعطيك الخير. قول لي خويا الجديد ديالكم والاثمنه، ولا كان شي سولد ولا اللهم يسر. واخا خويا هذوك بالنسبه للفوق، هذوك دي بروكار بالنسبه للي صالون، كيبغي شي حاجه دي صالون ولا كاين دوك الستيل هادو. واو، كاين فيه 3 بياس البنات، كاين داك الموديل ياك، كاين هذا الموديل هكا، واخا كاين هذا الموديل هكا، كاين هاد الشكيلات. بارك الله عليك، فيها الطلميطه وفيها الخديه ديالها. واو، ويقدروا يدخلوا عليها شي اكسسوار هكا، لي زاكسسوار غادي كيدخلوا في اليونيفسال، في مساعده ولا في خديه ولا في دي كالدوسيو. تبارك الله عليك. بالنسبه للاثمنه ديما هضر لي على الموديل والثمن. الاثمنه هادو من 60 درهم. 60 درهم؟ لا غلا على مسكينه البنات، ها انتم تشوفوا 60 درهم. تبارك الله عليك، ها هما البروكار البنات، ها هما. شوف كاين هاد اللون هذا، ها هو باش يبان لكم مزيان. كاين هاد البلو مارين مع مع الدوري، وهذا الوسادة ديالو هادي؟ نعم الوسادة ديالها، هادي الوسادة ديالها باش تشوفوها مزيان. ها هي خواتاتي، نقربها لكم كاع مزيان. ها هي، ها انتما تشوف، تبارك الله داك الشيء رائع، روعة في مكان. عاودي الثمن خويا. 60 درهم. يلاه لا غلا على مسكين كلشي. هذيك لاكولو ها هي، هاد الصيف كلشي يدير صالة ياك اخويا. لا مرحبا بك، الله يعطيك الخير، كلشي يفرش. الخديه هو هذا، ها هو تشوفو، هذا بروكار يعني حتى الظهر ديالو كلو تيسار. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. زيدنا خويا متسعنا. مرحبا، لا تفضلي خذي راحتك. هذا بالنسبه لينا حتى هو ستين درهم. هذا موديل اخر، هو موديل اخر، هذا اللي ما كيبغيش لي ستين تاع لي فلوغ شويه. كاين هذا لي ستين تاع لي فاز بحال هكا، صح شي حاجه زينه خويا، زوين وهكا كيجيو زوينين وتكتب ديالهم زوين. كاين هذه الخديه وهذه الطلميطه. واو، هذا الطلميط، هذا الطلميطه ديالنا. الله يعطيك الخير، مرحبا بك. خواتاتي في نفس الوقت نعطيكم الطلميط والريدو اللي لقاوه في طريقنا. بالنسبه لهذا جاي مشبك في الدوري، قول لي خويا الثمن. هادو 120 درهم. 120 درهم، وكاين ارجونتي ديالو. هما كلي كولور ديالهم كاع الفوق. ها هما لي كولور ولي موتيف، لانهم ماشي كاملين جايين هكا. المهم عندهم زواقه وحده، بالعكس كل زواقه ديفيرونت عن الاخرى، فيها الدوري وفيها الارجونتي ويمكن حتى البرونز ياك خويا. فيها لي كولور، ربعه لي كولور فيها. كاين الدوري والطوب والبرونز والارجونتي. هادو غادي نرجعوا لكم اخواتاتي باش ما نتلفوكمش، راه كاينين. المهم عندهم لي ريدو، مهم اشكال والوان. نكملوا معكم بعدا في الطلميط. بالنسبه لهذا الشكيل هذا، هذاك برودي شبكه. واه برودي، برودي شبكه. قولي ست عليه برودي. هادو 100 درهم. 100 درهم 100 درهم. هذا يجي بحال هكا، ما يجيش تحتو شي حاجه، يجي واحد. هذا يجي واحد، هذا لي ست عليه برودي معروفين، كيجي واحد السيل ديالو، كيجي هكا وفيه لا دونتيل هكا لتحت. واه دونتيل، وي تبارك الله عليك، الثمن زوين موجود خير. واه تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. مرحبا، زيدنا. ها انت لالا الشباكي. واه هذا الشباكي، هذا نوع اخر من الشبكه. قلت لي 120 درهم. 120 درهم. بالنسبه لهنايا حتى هو من نوع من البلديه خويا، هذا بلديه. هذا بروكار صقلي، بروكار صقلي. كاينه هذه الخديه، وغادي نوريك واحد الخديه ديالهم خيطه خويا، شي حاجه زينه الصراحه. وهذه الطلميطه ديالها، هذا البروكر خالعنا كل مره يخرجوا فيه موجود خير، موديل زوين صراحه. وهذا بشحال داير؟ هذا 80 درهم. 80 درهم، 80 درهم. هذا هذا بروكر صقلي، ثمن زوين خويا، بروكر صقلي زوين بزاف. ها هو اللي ما كيبغيش عاوتاني لي ستين تاع لي فلوغ، كاين هذه كتمشي مضمه، خديه
هذه هي الخط ديال البنات باش تشوفوها مخيطه مخدومه بالفير رويال. واه تقدروا يدخلوا عليها اي لون اي لون عجبك. على حسب لو شوا ديالها، ولكن بغينا نوريكم غير كيفاش راها مخيطه شي حاجه روعه في مكان زعما كتجي الصالون ضويه. 80 درهم البنات، فيها اربعه ديال الالوانات. ورينا خويا ورينا. كاين هاد الموطه، واه كاين الكري، الكري ديالها هو ديال هكا، كاين الكرونه وكاين البلون كاسي. هو البلون كاسي ديالو هذا البلون كاسي، وهذا راه الدوري غير باش يكون عندكم الرؤيه واضحه. ها انتم تشوفوا هذا جاي صفر، هذا جاي بلون كاسي. تبارك الله عليك، يهبلوا عليه كاع. الشلحي هذا الامازيغي، امازيغي كتجي جلسه يعني بلديه 100%. فيها هاد لاكولور هذه. هذا اللوين ديالو الزوج البنات، هذا جاي في البيج كما كتشوفوا، وهذا هنايا جاي في جون موتارد. الاحمر ديالو ضروري كيدخلوا فيه داك الاحمر. هذا هنايا الخديه، وهذا الطلميط ياك خويا، فكرنا بالثمن اخويا. 70 درهم روعه في مكان. 70 درهم هذا الثمن. راكم دايرين ثمن زوين خويا هنا في المحل. الله يعطيك، وراك عارفه اخت السنه في هذا السين تاع لي بريسولد، وعندنا حتى الاثمنه كتكون ناقصه باش كاع الكليان كيزعني. الله يعطيك الخير زعما الصراحه، والله لا زعما اثمنه رائعه. الله يعطيك الخير. بالنسبه لينا حنايا هذا 70 درهم. 70 درهم فيه جوج الوينات، فيهم جوج ديال الوينات. ها انتم اخواتاتي تبارك الله عليك. واخا غادي دائما نزيدو مع الطلميط، باقي النويعات في الشكيله تبارك الله. في نفس الوقت عطينا الموديل والثمن. مرحبا. لا لا كاين بالنسبه عاوتاني هاد الستيل تاع هاد البروكار بحال هادو هكا. هادي الخديه هادو بروكار خيط، وي هادو بروكار خيط. والسامبل ديالو كتجي تجي عادي ياك، تجي البريك سامبل اوني. وي كاين هاد البريك بحال هذا هكا، ولا كاين هاد البريك تقدر سداري مثلا دير فيه النص هكا ومنه ومنه هاد هذا ولا هذا اللي بغيتي بالنسبه للخياطه. الموديل اللي عجبك داك الشيء اللي كاين تما. هادو هذا 80 درهم والسامبل 50 درهم. 50 درهم السامبل 50 درهم. هذا بالنسبه للوينات في هذا الثوب. هذا بقاتنا غير هاد لاكولور. هاد لاكولور ولكن عندكم فيه واحد، كانت عندنا واحد لاكولور في البلو ولو غوز غير تسالت لنا دابا. السؤال ديالي واش كاينه كونتيتي يعني من تجيو كلياناتي البنات ديالنا واش يلقاو هاد؟ نقولوا ان شاء الله يكون ان شاء الله. اللهم يسر اللهم يسر. واخا على حسب السويفي هنا قلت لي 80 50 50. هذا 80 وهادو الاوني 50 درهم. هادو لونا هذا حتى كيخدموا به تالي فوتوي بالنسبه اللي كيبغي يخدم. واه شويه بحال اللي غليظ. تبو غليظ وي. هاهما شوفوا البنات بحال اللي غليظ هذا، تقدر ديرو حتى اللي كيخدم به الكرافوز يعني كيكون صحيح. بالنسبه للطرز الغرزه هكا واه انتما البنات هذا الطرز بالنسبه للبلدي. طرز الغرزه كيبغي الحيفه ديال العرايسات. الحيفه ديال العرايسات تاع العرايسات حاجه بلديه. واه حاجه بلديه كتجي في الغرزه بحال هكا. هادو 80 درهم. 80 درهم 80 درهم هادو الدوري ديالو فيهم الدوغي بالنواغ هكا. ها شي حاجه رائعه الصراحه، شي حاجه زوينه. كاينه البهجه، البهجه حتى هي البهجه ما ديموضاش لا دائما دائما خدامي فيها ديما موجوده دائما موجوده. هذه البهجه، هذه بهجه سقلي تبارك الله عليك. هذه شحال هذه؟ 80 درهم. 80 درهم 80 درهم هو الظهر ديالها. واه شي الظهر كيكون كله مخدوم تبارك الله عليك. خريب هذا الخريب البنات، ها هو حتى هذا 80 درهم. حتى هذا ما كيديموضاش، هذا دائما خدام، هذا ديما كاين، هذا معروف وهو معروف فاسي هذا، وكنشوفوه سبحان الله كاع في الصالات فين ما مشيت كتلقاه. فاسي كما قلت هذا سقلي حتى هو. واه 80 درهم. 80 درهم وكاين واحد الموديل ليها في القنت هذا، هذيك بهجه. بهجه جاي معاها واحد مع طرز الغرزه، لو فيغ بيستاج طرز الغرزه حتى هو تقليدي 100%. هذيك الخديه تاع هذا النصر تاع هذه، هاي نشوف هذا شي حاجه تقليديه. هذا فيهم طرز الغرزه وفيهم البهجه اللي كيبغي حاجه بلديه. هي الخديه ديال هاد الناس تجي الصاله ضاويه ولا الكليسه ضاويه تجي فنه. تبارك الله اللي ما كيبغيش اللوانات بزاف يعني كيمشي في يدير السامبل هكا كونسيو طون كيكون البيج في الموطار. هادو بنت ما تهما بهجات، هادو البهجه حتى هما 80 درهم ياك. 80 درهم هادو تما فيهم البهجه وطرز الغرزه. هذا لا كولور شوفوا معايا داير الموف الفير بيستاش، وهذا البلو سيال هو راهم دايرينه هنا بحال بلو تيركوا. وهذا هنا خويا هذاك حتى هو بهجه،
بهجه في الكحل. هذوك بهجه هذو هذه كتمشى مع هذه. واه واه. ديري فيها الفاز الورده فوز مع الغرزه. وكاينه هذه هذو فيهم دوبلو فاس، هذو بحال الستيل تاع طراز الغرزه. كيتبغي تمشي في هذا الارض دوري ولا ديال الكحل غالبه ولا الكحل غالب. مستحيل اللي بغيتها. واه لا كولور اللي عجبتك ديرها. واه هذه 80؟ هذه 80 درهم. 80 درهم بحالها بحال هذه اللي هنا. هذه 60 درهم، هذه حرير. 60 درهم. هذه 60 درهم المتر وي. مزيان اخويا. هذه حرير. حرير. هذه حرير وي هي رطبه. هانتوما تشوفوا البنات. وهذه السامبل ديالها. هذه 80 درهم هذه غرزه. 80 درهم. 80 درهم هذه طرز غرزه. تبارك الله عليك. بالنسبه للبروكار كاين انواع كما كتشوفوا معايا تبارك الله. هانتوما تشوفوا. كاين هذا، كاين هذا اللي جاي هكا بحال في الغوز برونز بحال البرونز. وكاينه هذه جايه ذهبيه. كاين هذا الموتيف هذا شفتوا. وكاين هذا اللي جايب هكا بحال الكري. هذوك فيهم 3 بياس. هذه فيها 3 بياس البنات. واه بالنسبه للثمن 800 درهم هذوك. نفس الثمن كلش ياك خويا. لي بروكار 100 درهم على هذه الشكلات اللي هنايا. هذو منا كنا 80 درهم. كاين هذا لا بالنسبه لهادو اللي هادو 100 درهم. 100 درهم كاملين 100 درهم البنات. هانتوما تشوفوا الموتيف هذا. كاين هذا تاع الجبح وكاين اليوني ديالو. ثلاثه ديال لي بياس هذا فيه ثلاثه ديال اللوينات ثلاثه ديال لي موتيف 100 درهم البنات. 100 درهم. وبالنسبه لهذا حتى هو هذا كله في الطوب ديالو. هذا زوين هذا زوين الصراحه. هذا فن. هانتوما تشوفوا البنات ها هما ثلاثه ديال لي بياس ديالو. اسمح لي خويا. المهم نبغيو نوريوكم كاع لي موديل اللي كاينين البنات. هذا البروكار حتى هو راه عنده هنايا بزاف ديال لي موتيف دير لهم 100 درهم هادو كاملين. وعندك واحد الحجاب هنايا هذا الريدو شي حاجه روعه في مكان اخويا. هذا سوطاج هذا الخيط ديالو ثقيل. واه شحال داير هذا؟ 80 درهم. 80 درهم. 80 درهم. شي حاجه زوينه كما كنت تشوف. هذا بالخيط ديالو غير غليظ. واه شوف ديالو باش تقربي. ها هو شوفوا كيفاش داير. ها هو شي حاجه زوينه خويا. وعندنا شكيلات اخرى في لي ريدو بالنسبه. كاين شي حاجه درهم. في الثمن واخا. هذاك اللي حداه هذا شبكه. شبكه هذا 60 درهم. 60 درهم هذا مطروز بالخيط. هذا كله خيط يعني حتى الظهر ديالو كله خيط. جاي هكا مذهب واحد جاي زوين. 60 درهم. هذا 60 درهم تيول. هذا مطلسي كيقلب على البروكار مطلسي فيه الورده وفيه المتر. بالنسبه للثمن 800 درهم. 100 درهم دائما دائما باقي في 100 درهم. وحتى هادو هنا هاد لي موديل هما اخواتي غادي نفوت لكم غير بحال هكا باش ما يجيناش الفيديو طويل بزاف. باش ندخلوا عاود الموديلات اخرين. هذا نهضروا على هذا اللي ما هضرناش عليه. وراه فيه هاد اللوين هذا كتشوفوا. وفيه هذا ها هو شفتوا مع الكري ديالو. وهذا جاي مع هاد الترابي هذا. وكاين هذا هذا مع من يمشي هذا كيتمشى مع هاد الاوني ديال هذا. ايه ولا مع هاد الاوني ديال واه واه. وعاود اللي ما كيبغيش اللوانات كيمشي في الاوني هكا كيمشي في الورده مع الطلمات هادو كاع 100 درهم مطلسي هادو جايين بون. الله يبارك فيكم. المهم كاع هاد الموديلات خواتاتي اللي شفناهم هنايا مع هاد الجهه هادي 100 درهم. فوتنا لشي حاجه اخرى نزيدو نشوفوها معاك في المحل. كاين باقي شكالات في الرومي. واه الرومي ورينا الرومي. هاد لي موديل هادو هادو اونتي تاع ديجيتال بيوت الكلاس. شي حاجه ديال بيوت الكلاس. هادو عاوتاني لاكاليتي نتاعهم زوينه اونتي تاع شوفهم مرطب ما يدخلوش الماء وما يدخلوش وسهلين في الغسيل ديالهم. صابون سهلين. كاين كما شفتوا معايا كاين في المارو كاين في هاد الاورانج هذا كاين في هاد لو جون وكاين ياك في الحمر. هو استلف هاد الكرونه ديالو ها هو. وكاين هاد لو فيغ داير بحال هكا. هاد لو فيغ كي كتسميوه ان فيغ او فيغ او ان فيغ او ولا ان فيغ تركو يعني راه مخلط هنايا في لو فيغ او في لو فيغ تركو. واه كاين هاد البلو غوا هنايا ها هو مع لو جون جاي رائع زعما الصراحه جاي فن. كليسه تجي معتبره. هانتوما تشوف جاي البلو ديالو غوا. وهذا هذا الموتيف الخطيه ديالو هي خطيه البنات.
مخيطه كما كتشوفوا معايا، شي حاجه زوينه بالنسبه لواحد الكليسه. ها انتم تشوفوا، تجي فلنا خويا تبارك الله عليك. الثمن ما قلتناش 50 درهم، 50 درهم لا غلى على مسكين، 50 درهم شي حاجه رائعه صراحه. عطينا دي موتيف وحدين اخرين، شتي عندك بحال هكا بحال هكا. كاين هذا الموتيف هذا، واه هذا مع من يمشي؟ هذا يمشي حتى مع الاوني. بغيتي ديريه مع لو فير لو فير ولا لو جون ولا لو جون ولا هذا لو بيج اللي هنايا، يعني اي كولور بغيتي تدخل. كاين فيه هذا اللون، كاين هذا هذا الكحل ديالو، كاين هذا البلو، كاين هذا البلو بلو جون عاوتاني. هذا يقدر يمشي حتى مع لو فير ياك، هذا مع لو فير رويال، مع لو جون البلو. وكاين هذا حتى هو، ها هو ديك لا كولور. قول لي خويا بالنسبه للثمن 50 درهم، 50 درهم دابا 50 درهم. وهذا راكو دايرين له المارون ديالو هو السام. هذا حنا دايرينو فينا، دايرين في المحل دايرينو مع المارون. وفي الحقيقه المارون يجي زوين باش يهرس داك الصفوريه ياك، ما يخليش عاوتاني اذا كان الصالون ضاوي بزاف باش كيكون ايكيليبري ما بين لي كولور فونسو، باش العين ما تعياش، باش العين ما تعياش، تجي زوينه. واه بغا لو جون عاوتاني الكليون عاوتاني على حسب لوغو ديالو، كل وحده تدي على لوغو ديالها، حنا غير كنقترحوا ياك خويا الشيء اللي كاين بالنسبه لهاد هاد اللوينات وشكيلاتها. هادو بالنسبه لي كولور اوني، لي كولور اوني عندنا بحال هاد الشكيلات هادو 40 درهم. هاد لوسي بحال هادو هكا، كاين هاد الشوني بالنسبه دابا الصيف كي بغيتو يبات باردين. كاين هاد التيسو هذا شوني، هذا شوني، وهذا كله شوني، يعني الظهر ديالو وجه كله توب كل واحد. في هاد لاكولوغ فيغ بيستاش، في هاد لاكولوغ غوز. ايوا هادو يديهم شي وحده ما عندهاش وليدات ياك اخويا، على حسب نوسك بصح. هادي خصها شي وحده تكون غير وراجلها ولادها كبار، منيش انا نقول على حسب اللي عندها وليداتها صغار اخواتاتي واش تدي. هذا قال لك اونتي طاش، هادشي اللي كاين. وقلنا الثمن بالنسبه لهذا، هاد لا هاد لاشوني 50 درهم، هادو 50 درهم، 50 درهم بصح شي حاجه زوينه. هادو بالنسبه لكم باردين، اللوين ديالهم هادئ فاتح، نعم اللي كيبغي شي لوان فاتحين وكالم. هادو زوينين، هادو يمشيو مع السامبل ديالهم. هنا هو هذا اللي بغيتي، اللي كولو مثلا اللي هنا ولا مع هذا، هذا لونه اللي كيبغي يدير الخيط كيبغيتو بارد. سينو كاين اللي كيبغي يمشي في لونتي طاش ولا كيمشي في لي كولور ديالهم. بالنسبه لهذا نشوف شنو داير له هنا. تفضلي داير له هذا الغوز، هذا داير له هذا الغوز بحال هكا. واه يجي زوين، يجي زوين. بالنسبه للثمن قلت لي هادو 50 درهم، 50 درهم، 50 درهم. دائما 50 درهم البنات، يعني اثمنه جد مناسبه ياك خويا. تبارك الله عليك، مرحبا. الله يبارك فيك. كاين اشكالات هذاك بالنسبه للاخرين، باقيين هاد باقي هاد لاكولوغ حتى هو دايرين معاه المارون هذا. وي هذا بحال كنت شفتيه دايره، وكاين هذا عاود حتى هو دايرين معاه الغوز. هذا كله لولا السامبل، السامبل والوضه ديالو. وي هذا تشوفو غلاد عاوتاني حتى هو 50، هادو 50 درهم كاع لي سنتين. يعني الثمن زوين البنات صراحه، الثمن زوين بالنسبه للكليسه، تجي فنه رائعه معتبره. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. هذا مرحبا بالنسبه لهادو هنايا، الا يبغوا هادو 50 درهم. هادو بالنسبه اللي كيبغي لي ستيل فوتوي، واه جايين بربري بحال هكا، كيبغي لي ستيل تاع لي فوتوي. يعني بغاو يديروا كليسا بحال في شكل فوتوي، اللي شكل تاع لي فوتوي هذا عاوتاني زوين. كيكون هاد السوبر كشويه غليظ، السوبر غليظ كيكون واقف هذا باش كيستحمل حتى لي كرافوز. كيستحمل لي كرافوز وكيكون كله خير. سوا هذا سوا هاد اللون هكا موف، كاين السامبل ديالو ها هو، كلهم ب 50 درهم ياك خويا. 50 درهم ها انتم تشوفوا اخواتاتي، كاين هذا الماغون، هذا يمشي معاه من هادو، هذا يمشي حتى مع الاوني، مع الاوني. هذا تشوفوا حتى هو ديروا في الكحل ولا ديروا في هذا اللي عجبك. هذا شفنا عندك من قبل، هذا لو بيج موجودين كاع لي كولور في الموتارد اللي هنايا. هذا عاوتاني تشوفوا بالنسبه للصح داير بحال الزربيه، هذا 50 درهم ياك خويا. 50 درهم هذا شوفي حتى الظهر. الله يعطيك الخير اخويا، اثمنه جد مناسبه صراحه. كاين الموف ها هو، المهم علاش ما دبرتو تبارك الله، راه كاينين لي موتيف كاينين لي كولور. اي لكن ممكن تهضرنا شويه على الريدويات والاثمنه. الله يعطيك الخير. عندنا بالنسبه في الشباكي هذوك 120، 120 درهم واخا. هذا في الارجنتي، هذا بالنسبه لي زيد خويا. عندنا شكيلات بالنسبه اللي كيبغي شي حاجه اوني، لي سين تاع الجوهره بحال هذا، شكيله تاع بيوت النعاس جوهره، اللي كيبغي شي حاجه ما تبينش. هادو يدخلوا الضوء وما يبينوش، كيحبسوا الفيزافي بحال هاد السيل هكا. كاين لي فوال هادو 60 درهم، 60 درهم، 60 درهم، واقفين 3 متر في العرض. كاين لي فوال بحال هكا، الفوال اللي كيبغي لي فوال هادو 50 درهم، 50 درهم. شوفهم فوال واخا. عندنا شكيلات شي حاجه من طروزين مزوقين، بالنسبه لشي حاجه ديال لي سيجور واه كل وحده دي على حساب اللون اللي راهم فرشاتو، على حساب لي كولور اللي بغاتو.
50 درهم 30 درهم 30 درهم 30 درهم 30 درهم 30 درهم والله لا واعر ثمن رائع ثمن رائع 30 درهم عندنا كاع حديثين هنايا 30 درهم 30 درهم البنات هذوك اللي الفوق هذوك كلهم متروزين يعني بالخيط وبالسقلي يعني ما كانش داك الشيء تاع النيلون 30 درهم 30 درهم كاع هذوك اللي ستيل تبارك الله عليك خويا تبارك الله عليك اتمنى جد مشجع البنات تبارك الله عليك هي ها هنايا هنا عندنا شكيلات هذو هنايا 40 درهم 40 درهم هذو 40 درهم الموديل هنايا هانتوما تشوفوا الشبكه 40 درهم 40 واخا خويا هذوك اللي الفوق لا الفوق 60 درهم هذو 60 درهم هذوك متروزين بالخيط عطيناكم كاع الموديلات تقريبا وكلهم اثمنه جد مناسبه هذو اللي كيبغيو ديال الطرز ها هما البنات اللي كيبغي صالون بلدي كيدير مع الحجوب تاع طرز الغرزه ها هما ب 30 درهم فيهم كاع لي كولور 30 درهم تبارك الله الطوغي فيه الكرونا لو غوز البريك الكحل الله يعطيك الخير مرحبا شكرا لك بزاف على راس العين الله يعطيك الخير ونتمنى تزورونا في المحل ان شاء الله يجيو عندك البنات ديالنا غير واحد الملاحظه اخواتي المحل ديالو هو هذا وروح عنده المحل اللي اون فاس هو ديالو ياك خويا المره الجايه نجيو نضربو تما واحد الدويره ونديرو شي تهضر مرحبا درنا نهايه الفيديو هنا باش هذاك نديرو له فيديو اخر تبارك الله عليكم ونتمنى الفيديو يكون عجبكم ومرحبا بكم وزورونا في المحل باش تكتشفوا شكيلات اخرين واثمنه مناسبه ان شاء الله ودرنا الثمن مع البنات من يجيو على راس العين اللي جا من جهه التوجديه مرحبا بكم اللهم يسر لنا ولك خويا شكرا بزاف